نقدر في المحنة على مصر هيجي مهما يكون جاهزين بالقوة وبسلاحنا قادرين نحميها وليها نصور الجيش المصري ده أسطورة دايما أبطال بيوفي وعود والنصر ده كان أجمل صورة في حياتنا مفيش لليأس وكون حالفين في سماها وبترابها ولا يوم هيقرب ليها مخلوق يحميها رجالها وشبابها وتعيش الله عليك يا مصر انت وجيشك وشعبك يعني احنا قدرنا نخدعهم وكمان كسبنا ورجعنا ارضنا اقول لكم على حاجه انا هحكي الحكايه دي لكل الناس واكتبها على السوشيال ميديا وانا هعملها فيديو بالاي اي وانزلها عشان كل الناس تشوفها مصر يا اولاد بفضل الله وقوته قادره تعدي اي تحدي بيواجهها يا استاذه سهر يا استاذه سهر ابوس ايدك مش خلصتي محاضره التاريخ بتاعتك عايزين نلحق الملاهي الصاروخ بيقفل بدري ابوس ايدك ايوه بس الحكايه لسه ما خلصتش يا استاذ سمير طب بذمتك ما نفسكش تحكي لهم عن حرب جيلنا الحرب اللي انا وانت عشناها وشفناها بعينينا حرب ثانيه ارجع يا ابني انت ويا ورا يا استاذ انت عايزه تعلم الولاد تاريخ غلط ولا ايه حرب ايه اللي احنا خدناها احنا ما خدناش حروب الحمد لله احنا زي الفل ولا يمكن انا كنت نايم على وداني بقى فكريني ازاي بقى انت بس شكلك نسيت المؤامرات على مصر عمرها ما هتنتهي بس شكل المؤامرات دي هو اللي بيتغير بقى ليها شكل مختلف تقدروا تقولوا يعني يا اولاد تعتبر حرب بس من نوع جديد اخطر قضيه بتدمر العالم وبتدمر الامم وبتدمر المستقبل هو الارهاب دول كتير جدا في العالم خاضت حروب ضد الارهاب وما قدرتش تصمد لكن مصر لا احنا اصلنا مش هنسيب ارضنا لحد يا اما مصر تفضل بتاعه المصريين يا اما نموت مصر كانت بتخوض حرب وجود وزي ما قالها رئيسنا وهنفضل نقولها وراه اللي هيقرب لها هنشيله من فوق وش الارض شعب مصر شعب صبور مكافح وصبره وكفاحه نابع من خوفه على بلده وحرصه على أمنها واستقرارها وسط مشاكل متراكمة خرج الشعب المصري يطالب بمطالب مشروعة وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وفي غفلة من ناسنا وأهالينا دخل علينا جماعة لهم مننا ولا احنا منهم ولاهم الوحيد لجماعتهم اللي خدعتنا فترة بتوب الدين اللي كانوا بيتسطروا وراها لكن زي ما بيقولوا انت ممكن تخدع بعض الناس لبعض الوقت مش ممكن ابدا انك تخدع كل الناس كل الوقت حس الشعب بالخطر فنزل مرة تانية في بر تجمع بشري عرفته الإنسانية في 30 يونيو 2013 ما هو ما كانش ينفع جيشنا يشوف شعبه بيناديه ويغمض عينيه فكان القرار التاريخي للقيادة العامة للقوات المسلحة تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديد القوات المسلحة كانت عارفة تبعات القرار ده وقارية المشهد بوضوح وفعلا بدأوا تنفيذ مخططاتهم الإجرامية في كل مكان في مصر عمليات إرهابية خسيسة كان الغرض منها يرهبوا شعبنا ويبصوا الرعب والفزع في قلبه ويوصلوا له رسالة إن جيشك مش هيقدر يحميك ولا يدافع عنك ده غير الخراب والدمار كلفت خزينة الدولة كتير وعرضتها لخسائر كبيرة وصلت ل 450 مليار دولار إلا أنه كان هناك رجالة بتصحى كل يوم على تجديد العهد والقسم وبيحلفوا أنهم مش هيفتح لهم بال ولا يغمض لهم جفن
إلا لما يطهروا مصر من خفافيش الظلام. رجالة كشكم اللي لما كان بيروح منهم شهيد ما كانوش بيزعلوا، بالعكس كانوا بيتمنوا اليوم ده، لأنهم كانوا عارفين إن لما واحد منهم بينول الشهادة أرض مصر كانت بتطلع غيره 1000 يكملوا مسيرته. الرجالة دي عمرها ما نسيت طرح ولا فرطت في مبادئها وأخلاقها، كانوا بيحاربوا حرب شريفة، عين بتحارب المجرمين وبتقضي عليهم، والعين التانية بتحافظ على المدنيين الموجودين في مناطق العمليات. بعد سنوات دفعت فيها مصر كتير من دم ولادها، قدرنا بعون الله نقضي على الإرهاب ونعلن إن مصر بكل شبر فيها خالية من الإرهاب. اللي تحقق ده بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الجيش والشرطة، وبفضل أيضا أبناء سينا. لما اجتمعت القلوب على قلب رجل واحد، الحمد لله رب العالمين، مفيش إرهاب مفيش إرهاب. كنا قارين المشهد الدولي والإقليمي عشان الضعيف ملوش مكان، وده اللي خلانا حريصين كل الحرص على إننا نطور جيشنا عشان نكون جاهزين في أي وقت لمواجهة كل التحديات اللي ممكن تواجهنا. وزي ما بيقولوا، لو انت عايز تمنع الحرب يبقى لازم نكون مستعدين ليها أكبر استعداد. تطورنا سلاحنا في البر والبحر والجو، يأتي تعظيم قدرات القوى الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية، فثبت لها يقينا أنه من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه. وده بيرد على بعض أسئلة المتشككين، هي مصر بتسلح نفسها ليه مادام ما بتحاربش؟ ومع كل اللي بتقوم بيه مصر من السيتشينات تساعد الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات والكوارث اللي كانت بتتعرض ليها، وآخرهم أزمة قطاع غزة اللي محدش يقدر يزايد على دور مصر فيه ولا على مساندتها للقضية الفلسطينية طوال أكتر من 70 سنة متتالية. الدور اللي هتستمر فيه انطلاقا من ثوابتها تجاه حقوق إخواننا الفلسطينيين. وقد أكدت مصر وتجدد التجديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، إذ أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة. كل جيل بيقابل التحدي الخاص بيه، وزي ما جيل أكتوبر حقق النصر ورفع العلم وسلم الراية مرفوعة، الجيل الحالي ورغم التحديات الكتيرة اللي بيقابلها إلا إنه برضو بيأكد إنه امتداد للأجيال اللي سبقته. مفيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبداً بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها، محدش يقدر. وحيبني ويعمر بمشروعات في كل المجالات عشان الأجيال اللي جاية، وعمره ما هيسلم راية مصر إلا وهي بترفرف على كل شبر من أرضنا الطيبة. وزي ما شفتوا كده، حربنا على الإرهاب ما كانتش حرب سهلة أبداً، بس إحنا بفضل الله كنا قدها. يعني كان في ناس وسطنا كأنهم مننا بس هم أصلاً ضدنا. دي حرب ما يقلش فيها الانتصار عن 73. هو كده بالظبط يا أولاد، وكأن التاريخ بيعيد نفسه فعلاً. والتاريخ ده عشناه بنفسنا ما سمعناش عنه، وكان حقيقي تحدي قوي. والحقيقة ان احنا كان عندنا تحدي تاني اكبر، وهو اننا تعلمنا الدرس كويس قوي وقدرنا نطور من امكانيات وقدرات جيشنا بشكل ابهر العالم، لحد ما بقينا بفضل الله من اقوى الجيوش في العالم، وقادرين نحمي ارضنا وقادرين نحمي مصالحنا، لان القوة هي اللي بتحمي السلام، ومن غير القوة مفيش سلام.
امال ليه في ناس كتير جدا على السوشيال ميديا بتقول ان مصر اتخلت عن فلسطين وما بقتش تقف جنبها؟ مين قال كده؟ مصر يا اولاد طول عمرها في ظهر القضيه الفلسطينيه من ايام حرب 48 اللي حاربنا فيها علشان فلسطين، ولحد النهارده يا اولاد عمرنا ما قصرنا في دعم فلسطين. وبعد 7 اكتوبر 23 كنا اكتر دوله واقفه مع القضيه الفلسطينيه وبندعمها وبنضغط بكل قوتنا عشان نفك عنهم الحصار، وقدمنا كل المساعدات اللازمه، و 80% من المساعدات اللي دخلت جوه فلسطين كانت من مصر لوحدها. مصر يا اولاد طول عمرها ارض الامان لكل اخواتنا اللي حوالينا، وبتستقبل ملايين المتضررين اللي بيلجأوا لها، بيعيشوا على ارضها كانهم عايشين في بلدهم بالظبط، ولا عمرها اشتكت ولا طلبت دعم من حد. لكن في القضيه الفلسطينيه بالذات احنا رفضنا تماما ان ده يحصل، لان ده معناه تصفيه للقضيه الفلسطينيه من جذورها. وزي ما قالها رئيسنا، مش هنقبل اي تهجير للشعب الفلسطيني البطل، لان ده بالنسبه لنا خط احمر ومش هنقبل بيه ابدا، ولا على حساب مصر ولا على حساب القضيه. يا رب تكونوا استفدتوا من جولتكم في المتحف. تحبوا تشوفوا اي حاجه تانيه؟ لا يا استاذه، احنا بنشكرك جدا. انا كده خلصت الحكايه، حكايه شعب. يا رب بس يا اولاد اكون قدرت افيدكم في المشروع بتاعكم، ويا رب تكونوا اتعلمتوا الدرس، وهو ان تاريخنا لازم نقراه ونفهمه ونعرفه كويس قوي، وما نجيبوش من على السوشيال ميديا. يلا بقى علشان نلحق نروح. يلا يا اولاد علشان نروح، بس مش قبل ما ناخد صوره وسط الابطال دول. حاضر يا ست منى، هتموتي وتتصوري من الصبح. يلا يا اولاد يلا. ممكن تتصوري معانا يا استاذه؟ طبعا. ايه يا استاذ سمير، مش هتتصور معانا ولا ايه؟ لا انا عايز اقول حاجه ثانيه. عرفيه. عايز تتغدى عشان تلحق الملاهي قبل ما تقفل. يلا يا اولاد عشان ما نعطلش الاستاذ سمير. لا انا عايز اعتذر لكم. تعتذر لنا؟ ايوه عايز اعتذر لكم واعتذر لنفسي، لاننا للاسف بقينا عايشين في عالم افتراضي مليان ابطال، او هم بيوهمونا ان هم ابطال، بس الحقيقه ان هم ابطال مزيفين، لكن الابطال الحقيقيين موجودين هنا. مش بس هنا، وعلى كل شبر في ارض مصر. المشكله ان احنا بننسى، بس الحمد لله ان في حد بيفكرنا ان في ابطال ضحت، وابطال بتضحي، وابطالها تضحي عشان البلد دي تحيا. وان شاء الله هتحيا، لان فيها جيش عظيم وشعب عظيم. احنا بنشكركم من كل قلوبنا. شكرا يا فندم. اما انتوا بقى يا اولاد فانا اعزمكم على رحله على حسابي. رحله؟ هو انا ما قلتلكوش؟ ايه؟ اصل انا ليا ابن خالتي، بس ده ابن خالتي بجد. هياخدنا في رحله كلنا كده، يفرجنا الجمهوريه الجديده بقى شكلها ايه. يلا بينا.